أهلا بكل حضراتكم، حلقة جديدة من مادة قياسات كهربية. هناخد النهاردة شيت 4 الخاص بالسنسورز والترانسديوسرز. المسائل الشيت، طبعا الشيت أنا هحله مش بترتيب الشيت، لا بترتيب الأفكار نفسها أو بترتيب السنسورز. فأنا هحل المسائل الخاصة بالثيرموكابل. طبعا زي ما انتوا عارفين الثيرموكابل عبارة عن 2 ميتال في جانكشن بينهم، 2 ميتال دي في نقطة اتصال ما بينهم. نتيجة الاتصال ده، النقطة دي نتيجة وجود درجة حرارة معينة بتولد فولت معين بين الطرفين، مين؟ السنسور عندي. طبعا الفولت ده عشان اقيسه بستخدم فولتميتر. الفولتميتر عشان اوصل بطرفي السنسور بيبقوا من نحاس، فبالتالي باخد هنا طرف نحاس هتوصل بالفولتميتر وطرف نحاس بتوصل بالسنسور. السنسور عبارة عن 2 ميتال مختلفين في التصنيع او في التركيب بتاع الميتال نفسه. CU عندي هنا ده النحاس، والسي هنا ده عنصر تاني مختلف عن CU، بداني السنسور ده. طرفي الفولتميتر اللي هو النحاس هنا والنحاس هنا، هنا عندي النحاس ودي السي هنا، تمام. بالتالي هيبقى عندي 2 ميتال مختلفين، هديني مين؟ جانكشن تانية. فبالتالي في التوصيل هنا عندي ايه؟ عندي 2 جانكشن. جانكشن دي بخليها داخل الفرن اللي انا عايز اقيس درجة حرارته. طبعا الثيرموكابل بيستخدم مع درجات الحرارة العالية جدا في الصناعة، والنقطة دي هتبقى هي نقطة خارجية او بعيدة عن الفرن، هتبقى في الغالب هي درجة حرارة الغرفة. وبالتالي فانا لما اقيس الفولت هنا هيديني فرق درجة الحرارة بين درجة حرارة الفرن ودرجة حرارة الغرفة. انا عايز درجة حرارة الفرن مباشرة وليس درجة الحرارة النسبية، اعمل ايه؟ دي اخليها في الفرن واجيب هنا تلج، حط بيه تلج واحطه هنا، بالتالي بقيت درجه حراره النقطه دي زيرو. هقيس درجه الحراره هنا، اطرحها من زيرو يديني مين؟ درجه الحراره مباشر الخاصه بالفرن هنا. هروح لاول مساله خاصه بالثيرموكابل وهي مساله رقم 3. بيقول لي ان عندي ثيرموكابل هيستخدم لقياس مين؟ درجه الحراره بتوين مين؟ زيرو مين و300. معنى بين زيرو و300 يعني درجه الحراره اللي هنا 300 ودرجه الحراره الجنكشن الثانيه هنا زيرو. بيقول لك وقتها تولد فولت قيمته، القيمه دي مايكرو فولت. وبالتالي بيقول لك اف ذا ثيرمال اي ام اف بقيت 12500 مايكرو فولت ريلاتيف تو مين؟ الريفرنس جانكشن ات 20 درجه سيليزيوس. 20 درجه سيليزيوس يعني هخلي دي عندي مين؟ 20 درجه سيليزيوس. بيقول لي استيميت ذا ميجر جانكشن تمبريتشر، دي اسمها الميجر تمبريتشر مين؟ جانكشن بتاعتي هنا. اشتغل ازاي؟ يبقى من 0 ل 300 اداني القيمه الاولانيه اللي هي 5000 دي وحاجه مايكرو فولت. من 20 ل تي اتش، تي اتش اللي هي درجه حراره مين؟ اللي هي النقطه دي اللي هو عايزها، اللي هي ميجر جانكشن مين تمبريتشر، هتديني وقتها 12500 مايكرو فولت. تعال كده القانون بيقول ايه الخاص بالثيرموكابل؟ بيقول لك الاي ام اف عندي اللي هي الاي بتساوي كونستانت في فرق درجات الحراره، درجه الحراره اللي اسمها هوت جانكشن دي اللي هنا والكولد جانكشن اللي هي اللي بره دي، بيطرح الاثنين من بعض يضربهم في كي يطلع له الفولت عنده، والكي هو مين؟ السنسيتيفيتي، لان هو عباره عن الاوتبوت على الانبوت. وبالتالي تعال نقعد في القانون. القانون بيقول لي هنا 5268 في الحاله الاولانيه كي فرق درجات الحراره اللي هو 300 ناقص 0، الحاله الثانيه 12500 كي في فرق درجات الحراره اللي هي تي اتش ناقص كام؟ ناقص 20. هنا من الحاله الاولانيه اقدر اجيب كي واعوض بيها في المعادله الثانيه. لو انا مش عايز اعمل كده اعمل ايه؟ اقسم المعادله الاولى على الثانيه، اقسم الاولى على الثانيه، وبالتالي انا هتخلص من كي مباشره من غير ما احسب. طبعا بقيت هنا المعادله عندي اضرب طرفين في وسطين، لان 5268 اتقسمت على 12500 اهي، و300 ناقص 0 اتقسمت على تي اتش ناقص 20، تمام. يبقى الكي عندي طارت هنا، هضرب طرفين في وسطين طبعا واطلع التي اتش في طرف لوحدها طلعت بمين؟ 691 درجه سيليزيوس. زي ما انتم شايفين درجه الحراره مرتفعه جدا، عشان كده من ضمن استخدامات الثيرموكابل انه بيستخدم في قياس درجه الحراره مرتفعة جدا في الصناعة داخل الأفران مثلا. مسألة تانية بيقول لي طبعا الثيرموكابل ليه أنواع، من ضمن أنواع الكي تايب. بيقول لك الكي تايب ده عبارة عن لينير أوبريشن رينج أب تو كام؟ 1100 درجة سيليز. طيب بيقول لك ويز، يعني هو طلع لي 1100 درجة سيليزيوس ويز إي إم إف. إي إم إف دي قيمتها كام؟ اللي هي الإي هتبقى 45 تقريبا وكسر ملي فولت. بس الكلام ده عندي مين؟ زيرو درجة ريفرنس. زيرو درجة ريفرنس دي معناها الكول جانكشن، معناها إن النقطة التانية دي اللي كانت هنا تحت جاب هو حوض في تلج كده وحطها بقت زيرو درجه سيليزيوس. بيقول لك ايه؟ ات ذيس تمبريتشر، ات ذيس تمبريتشر اللي هي عند 1100. بيقول لك ذا ثيرموكابل از سبوز تو تمبريتشر اوف 840 درجه سيليزيوس، يعني هستخدمه عشان اقيس 840 درجه سيليزيوس. بيقول لك ذا ميتر يوزد اكولد جانكشن، يعني الكولد جانكشن اللي هي النقطه الثانيه، اند اتش تمبريتشر اسكيبت ات النقطه الثانيه اسمها كولد جانكشن. بيقول لك ان انا خليتها عندي كام؟ 25 درجه سيليزيوس. بيقول لي احسب الترو ثيرمال اي ام اف، الاي ام اف في الحاله الثانيه اللي هي لما يقيس 840 من 25 درجه سيليزيوس اللي هي مين؟
بتاعه الروم تمبريتشر او اسمها الكولد جانكشن تمبريتشر. يبقى من 0 ل 1100 هيديني 45 ملي فولت. الاي بتساوي ايه؟ قلنا الكي في فرق درجات الحراره اللي هي تي اتش ناقص تي سي. هقدر من هنا اعوض، يبقى الاي عوضت عليها بالملي فولت، وادي 1100 ناقص 0 وهنا الكي بره. اقدر احسب الكي، طبعا الكي طلعتها بالقيمه دي، ما تنساش وحدتها ملي فولت لكل درجه سيليزيوس، لان الوحده هنا ملي فولت وهنا درجه سيليزيوس. القانون الثاني او الجزئيه الثانيه بيقول لي من 250 سوري من 25 درجه سيليزيوس 840 هديني كام فولت؟ اللي هو عايزه، اللي هو بيقول لك احسب ايه هنا؟ احسب الترو ثيرمال اي ام اف. يبقى الاي بتساوي ايه؟ مباشره الكي، كي عندي اهي انا جايبها من فوق، في فرق درجات الحراره اللي هو 840 ناقص 25، ما تنساش الوحده هنا ملي فولت كل درجه سيليزيوس، الاوتبوت هيطلع عندي 33 ملي فولت. ده كانت مسائل الثيرموكابل. نروح للثيرمستور برضو، ده سنسور ثاني بيستخدم في قياس درجات الحراره. الثيرمستور ده معادلاته بتشتغل مع درجات الحراره الكلفن، الكلفن، فبالتالي اي درجه حراره عندي لازم احولها للكلفن عشان اعوض فعلها. عشان كده هنبدا بمثال اربعه، مثال اربعه خاصه بالثيرمستور عندي. اتس ريزيستنس ات 32 درجه فهرنهايت كانت 9 كيلو، وعند 212 فهرنهايت كانت 2، 2 هو ما كتبلكش الوحده، اوتوماتيك تعرف انها كيلو برضه. اوجد مقاومته عند 77 درجه مين؟ فهرنهايت. تعال نبتدي كده، اول حاجه لازم احول من فهرنهايت لسيليزيوس، وبعد كده احول لكلفن، زي ما قلنا لان هو بيشتغل مع الكلفن تمبريتشر. اول حاجه عند 32 فهرنهايت كانت المقاومه 9 كيلو، يبقى المقاومه 9 كيلو، عند التي كانت 32 فهرنهايت، هسميها 0 دي 0، هتعرفوا ليه سميتها 0 دلوقتي. ار 1 ب 2 كيلو اللي هي الحاله الثانيه لما كانت 212 فهرنهايت، لما التي 1 كانت 212 فهرنهايت. الحاله الثالثه هو عايز قيمه المقاومه ار 2 لما تي 2 تبقى 77 درجه فهرنهايت. كده انا اختصرت السؤال ده في المعطيات دي، وده المطلوب ار 2. هنا الدرجه السيليزيوس بتساوي ايه؟ فهرنهايت ناقص 32 الكل مضروب في 5 على 9، والكلفن بيساوي ايه؟ سيليزيوس زائد 273، و15 من 100 طبعا هنا انا بهمل 15 من 100. هروح عند التي 0، اتفقنا لازم درجات الحراره كلها تتحول لكلفن، تي 0 اللي هي 32 درجة فهرنهايت احولها لسيليزيوس اولا، اعوض في القانون ده، يبقى يعني اعوض هنا ب 32 ناقص 32 في 5 على 9 تطلع 0، 0 درجة سيليزيوس، 0 درجة سيليزيوس، عشان كده سميتها تي 0، والمقاومة المكافئة ليها عند درجة الحرارة دي طلعت بكام؟ هسميها بار 0، تي كلفن او تي 0 كلفن هتساوي ايه؟ السيليزيوس عندي بالزيرو، اعوض في القانون ده بالسيليزيوس 0 زائد 273 طلعت 273 كلفن. تي 1 نفس النظام، هعوض ب 212 فهرنهايت، طلعت تي 1 بسيليزيوس ب 100، والتي 1 بالكلفن عوض في معادله كلفن طبعا، طلعت ب 373 درجه كلفن. والتي 2 هعوض بنفس الفكره 77، هطلع السيليزيوس بتاعها طلع 25، والكلفن بتاعها 298 كلفن. اول قانون بيقول لك ايه؟ القانون الاولاني اللي هو ار 1 عند درجه حراره تي 1 بتساوي ار 0 عند درجه حراره تي 0 اللي هي 0 درجه سيليزيوس، 0 درجه سيليزيوس اكسبوننشال بيتا افتح قوس 1 على تي 1 ناقص 1 على تي 0. خلي بالك القانون ده بيتكتب ازاي، لما تكتب هنا الاولانيه تبقى ار 1 يبقى درجه الحراره هتعوض بها في القانون هنا في الاولانيه تبقى تي 1، هنا ار 0 الثانيه يعني المقاومه الثانيه رقم 2 ترتيبها في المعادله اسمها ار 0، يبقى درجه الحراره الثانيه في القوس فوق تي 0، تمام؟ هضربها في بيتا بار، ار 1 هعوض عنها بكام؟ ب 2 كيلو، طب وار 0 ب 9 كيلو في بيتا، اكسبوننشال بيتا، افتح قوس، تي 1 خلي بالك مكافأة لمين؟ لار 1، تي 1 عشان كده ما تلخبطش لازم تبقى فاهم القانون بتكتبه ازاي، تي 1 لازم اعوض بيها بالكلفن، يبقى اروح لتي 1 انا مطلعها بالكلفن كام؟ 373، اعوض هنا 373 ناقص تي 0، تي 0 بالكلفن كام؟ 273. يتم التعويض في القوانين هنا بالكلفن وليست بالفهرنهايت ولا السيليزيوس. طبعا هنا عشان اتخلص بالاكسبوننشال بروح اودي التسعه الناحيه الثانيه تبقى 2 على 9 يساوي اكسبوننشال القوس اللي عندي ده. هاخد لين الطرفين، يبقى لين القوس اللي هو 2 على 9 بيساوي البسط بتاع الاكسبوننشال، لان لين الاكسبوننشال بيطير مع بعض يفضل لي الاس اللي هو بيتا افتح القوس عندي. ومن المعادله دي تقدر تجيب بيتا بالاله الحاسبه بسيطه جدا، طبعا وحده بيتا كلفن، ليه؟ هنا الاكسبوننشال لازم الاس بتاعها ما يبقاش ليه وحده، وحده القوس اللي جوه تبقى ايه؟ 1 على كلفن ناقص 1 على كلفن، الوحده تبقى 1 على كلفن جوه، فبالتالي لازم بيتا تبقى كلفن عشان الوحده تطير مع الكلفن اللي موجوده في المقام، عشان يطلع الاكسبوننشال ملهوش وحده. انا من المعادله اللي فوق دي جبت مين؟ جبت الكونستنت اللي اسمه بيتا، ده اول حاله. اروح الحاله الثانيه، هو عايز ايه في الحاله الثانيه؟ عايز ار 2، ار 2، ار 2 بتساوي ايه؟ ار 1 اكسبوننشال بيتا، القوس ده متوقع يبقى ايه؟ طول ما كتبت ار 2 تبقى هنا تي 2. كتبت ار 1 في الترتيب بعد ار 2 تبقى تي 1 هنا رقم 2 في الترتيب في القوس فوق. اعوض بالقيم ار 1 ب 2 كيلو، حطيت الوحده هنا طبعا،
هنا ما حطيتهاش عشان دي كيلو وكيلو هيطيروا مع بعض. الاكسبوننشال عندي البيتا انا جايبها من فوق هنا اهي، افتح قوس تي 2 بالكلفن عوض بتي 2 كلفن 298 وتي 1 بالكلفن 373، تطلع قيمه المقاومه عندك 5.62 كيلو اوم. طبعا هنا لو طلع فيه قيم مش مظبوطه او قيمه المقاومه طلعت بالسالب يبقى انت شغال غلط. ليه؟ لان قيمه المقاومه لازم تطلع موجبه، مفيش مقاومه تطلع بالسالب، يبقى لازم تعمل تشيك للقوانين بتاعتك مره ثانيه. هروح برضو لمساله رقم 8 خاصه بالسيرمستور. معروف ان السيرمستور مقاومته بتقل مع زياده درجه الحراره، يبقى السيرمستور ثاني مقاومته بتقل مع زياده درجه الحراره. بيقول لي هنا عندي في السيرمستور بيقول لي عند 212 فهرنهايت، بيقول لك لما قست المقاومه كانت 20 كيلو، وبيقول لك الكونستانت بتاعك اللي هو بيتا 3650، مش كاتب لك الوحده طبعا، هي الوحده كلفن غير ما يقول. بيقول لك السيرمستور يوزد تو ميجر ذا مين تمبريتشر معينه اند اتس ريزيستنس از ميجرد از 500 كيلو، يبقى عند درجه حراره معينه انا قست ايه المقاومه لقيتها 500 كيلو. بيقول لك احسب درجه حراره السيرمستور وقتها، يبقى المساله بسيطه جدا برضو، حاول فهرنهايت لسيليزيوس لكلفن. يبقى نبدا باول حاجه، بيتا عندي بكام بالكونستانت ده؟ ار واحد بتساوي كام؟ 20 مين؟ 20 كيلو. 20 كيلو عندي كام؟ 212 فهرنهايت، يبقى ار واحد ب 20 كيلو، عندي تي واحد ب 212 فهرنهايت. طبعا انا سميتها تي واحد عشان دي لما تحولها لسيليزيوس ما تطلعش زيرو، فما ينفعش تكتب تي 0. ار 2 بكام؟ ب 500 كيلو، هو عايز تي 2 وقتها. طول ما انا مديك درجه حراره بالفهرنهايت طبيعي تي 2 تجيبها لي بالفهرنهايت، بس انت لما تحسبها من القوانين هتطلع بايه؟ بالكلف. فلازم انت تعمل عمليه عكسيه، هتحول من فهرنهايت لكلفن بعد ايجاد القيمه. تعال نشوف المساله. يبقى اول حاجه اخد الفهرنهايت ده احوله لسيليزيوس، بيساوي فهرنهايت ناقص 32 في 5 على 9، واخد السيليزيوس اللي هيطلع من هنا احوله لكلفن. القوانين دي مهمه لازم تحفظها. هنعوض بتي 1 212، طلعت السيليزيوس بتاعها بالتعويض في القانون هنا ده طلعت 100 درجه سيليز، هعوض في قانون الكلفن تطلع لي تي 1 كلفن بكام؟ 373. هروح للقانون بتاعنا، القانون بيقول ار 2 بيساوي ار 1 اكسبوننشال بيتا 1، طول ما كتبت ار 2 تبقى دي تي 2 ناقص 1 على تي 1. هنعوض بالقيم ار 2 ب 500، ار 1 ب 20 اكسبوننشال كونستانت عندي، تي 2 دي مجهوله لان تي 2 هي درجه الحراره عند المقاومه ار 2، تمام؟ فانا كتبت ايه هنا؟ ار 2، يبقى تي 2 مجهوله. ار 1 373، عملت قسمت دي على دي وجبت لنا الطرفين، طلعت تي 2، ما تنساش تي 2 لازم تطلع بالكلفن، تي 2 لازم تطلع بالكلفن، يبقى درجه الحراره بالسيليزيوس. هعمل عمليه عكسيه، اخد الكلفن هنا اطرحه من 273، انا دايما عشان اجيب الكلفن بعمل ايه؟ سيليزيوس اجمع عليه 273، لا عشان اجيب السيليزيوس هنا اقول الكلفن ناقص 273، القيمه اللي طلعت دي بالكلفن، تمام؟ هطرحها من مين؟ من 273 طلعت درجه الحراره 7 درجه سيليزيوس تقريبا، وقتها حولها لفهرنهايت لان انا مديك تي 1 فهرنهايت، فلازم تي 2 تيجي فهرنهايت، ده طبيعي. يبقى تي فهرنهايت بتساوي السيليزيوس في 5 على 9 زائد 32، عملت عمليه عكسيه للقانون ده، او بدل ما انت تحفظ قوانين كتير وتعوض في القانون ده، لا عوض في القانون ده، انت محتاج مين هنا؟ فهرنهايت، سيبها مجهول، عوض بالتي سيليزيوس، خلص المعادله دي، طلع التي فهرنهايت طلعت 45.8 درجه فهرنهايت. هنروح للار تي دي، الار تي دي هو برضو تمبريتشر سنسور، اختصار ريزيستنس تمبريتشر ديتكتور. طبعا ده سنسور بتغير درجه الحراره بتغير مقاومته. هنا بيقول لي في المساله 6 بيقول لي اوجد اللينس بتاع الار تي دي، مصنوعه من نيكل، بيقول لك الديامتر بتاعها 2 من 1000 ملم ومقاومتها 100 مين؟ اوم ات 0 درجه سيليزيوس. هنا المقاومه 100 اوم عند 0 درجه سيليزيوس، لازم تخلي بالك من الوحدات ودرجات الحراره. بيقول لك الريزستيفتي بتاعتي تقريبا 8.7 في 10 اس سالب 8 اوم في سنتيمتر، اللي هي رو عندي، الريزستيفتي اللي هي المقاومه النوعيه رو. طيب عندي كام؟ 20 درجه سيليزيوس. بيقول لك والتمبريتشر كوفيشنت معامل التغير بتاع المقاومه مع درجه الحراره عباره عن مين؟ القيمه دي لكل درجه سيليزيوس. بيقول لي اوجد قيمه الريزستنس دي ات ستيم بوينت، ستيم بوينت يعني نقطه الغليان. هو ما قالكش ات 100 درجه سيليزيوس، لا قالك ات ستيم بوينت اللي هي 100 درجه سيليزيوس معناها يعني. تعال كده نكتب مع بعض، رو 20 اللي هو رو دي عند 20 درجه سيليزيوس اهي، اوم في سنتيمتر، طبعا لازم تتحول لاوم في متر. فانا عملت ايه عشان احولها اوم في متر؟ السنتي عشان احوله المتر، عملت ايه؟ ضربت المعادله دي في 10 اس سالب 2، طلعت الوحده دي ات 20 درجه مين؟ سيليزيوس. الديامتر عندي بكام؟ ب 2 من 1000 ملم. الاريا، الاريا عشان اجيب الار، الار اجيب الاريا اللي هي ايه بتساوي ايه؟ باي ار تربيع، باي ار تربيع. طب الار هو عباره عن دايمتر على 2، يبقى باي دايمتر على 2 تربيع.
الباي الديامتر عندي عوضت عني ب2 في 10 اس سالب 3 عشان احوله متر، لان هو بالملي على 2 في تربيع، طلع لي القيمه دي متر مربع. متر مربع لازم يبقى متر مربع. الار 0 ايه؟ ار 0 هي قيمه المقاومه عند درجه 0 سيليزيوس 100 اوم. الالفا عندي بالقيمه دي، خلي بالك ينفع اقول القيمه على درجه سيليزيوس او اقول سيليزيوس ماينس 1، مفيش مشكله. خلي بالك مع الار تي دي في قانونين، القانون الاولاني اسمه ار بيساوي ار 0 1 زائد الفا تي، 1 زائد الفا تي دي في حالة ان انت هتشتغل من 0 درجة سيليزيوس لدرجة الحرارة المطلوبة. تاني هيبقى عندك هنا R0 عند درجة 0 سيليزيوس، وعندك R عند درجة الحرارة المطلوبة اللي اسمها T. يبقى R0 عند 0 درجة سيليزيوس، و R هي المقاومة عند درجة الحرارة اللي اسمها T. تمام؟ لازم ابقى مين؟ عند 0 درجة سيليزيوس، لازم الار دي تبقى عند 0 درجة سيليزيوس. تعال نعوض مع بعض كده، او قبل ما نعوض في علاقة تانية، تعال نعوض مع بعض كده. هنعوض هنا الار هو بيقول لك ايه هنا؟ عند مين؟ عند 20 درجه سيليزيوس. دي مين؟ درجه الحراره الثانيه عند 20 درجه سيليزيوس. انا عايز يبقى عايز ار 20 بتساوي ار 0 1 زائد الفا في 20. عوضت بار 0 بكام؟ اللي هي ب 100 هنا. تمام؟ والالفا عندك اهي، والتي اللي هي 20 مباشره طلعت 113.6. طب ليه انت بتجيب ار 20؟ يبقى المطلوب الاول عايز اللينس، والمطلوب الثاني عايز مين؟ الريزيستنس عند 100. فاللينس عندي اجيبه ازاي؟ المقاومه بتساوي، المقاومه بتساوي رو في ال على ايه؟ ار بتساوي رو في ال على ايه؟ طب هو عايز اللينس عند مين؟ عند 20، وعندك رو عند 20، وعندك الاريا من فوق، وعندك لازم عشان كده جبت الار عند 20. يبقى تاني جبت الار عند 20 ليه؟ لان هو عايز اللينس. الار بتساوي رو في ال على ايه؟ عندك الرو عند 20، وعندك الاي عند 20 اللي هي الاريا عموما مش بتتغير، انت محتاج اللينس عند 20، وعندك الار عند 20 انت جبتها من فوق. تعوض هوط هنا اهو، رحت جايب ال 20 طلعت ب 41% متر. هروح هنا عايز قيمه المقاومه عند المين؟ الستيم بوينت. الستيم بوينت اللي هي نقطه الغليان عند 100 درجه سيليزيوس. القانون هيتغير، القانون اللي فوق ده كان شغال عند 0 درجه سيليزيوس، القانون ده شغال عند مين؟ في المساله في تغيرين. اول تغير اتغيرت من 0 ل 20، ومن 20 اتغيرت ل 100. فانت طول ما حصل تغيرين في التغير الثاني، انت التغير الاول عند 20، يبقى عندي 0 اتغيرت بقت 20، بعد كده هو عايز عند 100، يبقى حصل تغيرين. التغير عند 20 بس انت كنت بادئ من 0، لما تغير عند 20 وانت بادئ من 0 تعوض في القانون ده، انت عايز عند 100. فعند 100 دي كان عندك تغير قبله هو 20، وقبل منه كان 0، فبالتالي لازم تعوض في القانون الجديد ده. يبقى هقول ار 2 بتساوي ار 1 زائد ار 0 في الفا، في الفا بره، في تي 2 ناقص تي 1، بحيث ار 0 هي المقاومه عند 0 درجه سيليزيوس، ار 1 هي عند التغير الاول اللي مكافئ اللي اسمه تي 1، ار 2 هي قيمه المقاومه عند التغير اللي بعد كده اللي هو الثاني اللي اسمه تي 2. تمام؟ اما هنا ار هي التغير عند تي مباشره لما انت كنت بادئ من الزيرو. تمام؟ اعتقد كده الفكره وضحت. يبقى تاني اول ما يبقى عندك تغير من الزيرو لقيمه معينه وليكن 20، يبقى ده اول تغير، تعوض في القانون ده مباشره. طيب درجه الحراره اتغيرت كمان، بقت 100، بقت 80، بقت 60، حصل تغير. تمام؟ فالتغير الجديد ده يخليني اعوض في قانون جديد خالص. الجديد ده عباره عن التغير عند درجه الحراره الجديده وليكن دي 100، اي يبقى ار 2 عند 100 بتساوي التغير عند 20 زائد التغير عند 0 في الفا في تي 2 ناقص تي 1، وتي 2 اللي هي هتبقى 100 وتي 1 هتبقى 20. تعال نعوض كده، يبقى ار 100، ار 1 بقت هي ار 20، وار بار 0، وتي 2 هي 100 وتي 1 ب 20، يبقى بتساوي 113.6، دي ار 2 زائد ار 0 ب 100. طبعا ار 2 انا جبتها من فوق، عشان كده لازم تجيب ار 2 او ار 20، سوري هتجيب ار 20 اللي هي عند 20 درجه سيليزيوس من فوق، هضربها في الكوفيشنت عندي في فرق درجات الحراره اللي هو 80، طلع عندي 168 اوم. ده مين؟ المقاومه ار 100. هروح لمساله 7. مساله 7 بيقول لي عندي بريدج، البريدج دي ار 1 وار 2 وار 3 مدينا القيم، وبيقول لي ار هي عباره عن 25 اوم عند 0 درجه سيليزيوس. ايه معنى ان ار بتساوي 25 اوم عند 0 درجه سيليزيوس اللي هي ار دي؟ معناها ان دي سنسور وليست مقاومه عاديه. بيقول لك اوجد التمبريتشر بتاعه الار تي دي اللي هي درجه حراره الار دي بمعلوميه ان الكوفيشنت بتاعك الفا بيساوي القيمه دي لكل درجه سيليزيوس. هو قيمه البطاريه مدهاني 10 هنا، مديك ار 1 بكام؟ بالقيمه دي. تعال كده نروح للوستن بريدج. ووتسون بريدج بتقول ان الكونديشن اوف بريدج بالانس هو عباره عن ايه؟ كنت بعمل ايه؟
خلي بالك كنت بضرب طرفين في وسطين كده، كنت بقول ار 2 في ار بيساوي ار 1 في ار 3، تاني ار 2 في ار بيساوي ار 3 في ار 1. لازم اضرب الكلام ده على الرسم، ما يبقاش حافظ قانون معوض بيه، لا لازم اضرب على الرسم هنا. او اقول ار على ار 1 بتساوي ار 3 على ار 2، يبقى ار على ار 1 بتساوي ار 3 على ار 2. العلاقه دي عندنا هنا مين المجهول؟ ار. تعالى ار 1 عندك بالقيمه دي اللي هي 37 و36 من 100، ار 2 وار 3 25 اوم. تقدر تجيب ار؟ اجيب ار من العلاقه دي، طلعتها ب 37 وكسر اوم. يبقى الار تي دي عندنا قيمتها 37 عند درجه حراره اسمها تي. درجه حراره مين؟ تي، انا مش عارفها. هو يبقى ار بتساوي عندي الار تي دي بتساوي ار اللي هي 37 عند درجه حراره تي، وقيمه ار بتساوي 25 اوم عند زيرو درجه مين؟ سيليزيوس. دي هسميها ار زيرو. يبقى الار عند 25 اوم دي عند زيرو درجه سيليزيوس هسميها ار زيرو. يبقى هي اتغيرت من زيرو لتي. تقدر تجيب الار في حاله التي؟ اعوض في القانون الاولاني خالص اللي قلنا عليه، ار بتساوي ار زيرو افتح قوس 1 زائد الفا تي، لان هي اتغيرت من زيرو لتي مباشره. طيب اعوض كده، يبقى انا عندي الار اهي عوضت بيها، وعندي الار زيرو، وعندي 1 زائد الفا، الالفا عندي من فوق، والتي دي مجهوله. طلعت التي من هنا طلعت كام؟ 126 درجه سيليزيوس. طبعا القيمه هتطلع سيليزيوس مباشره. تمام، اتمنى تكون الفكره واضحه. انت عملت بالانس، بالانس جبت قيمه المقاومه اللي هي بتاعت السنسور، بس قيمه مقاومه السنسور دي وقتها عند درجه حراره معينه، هو مديك ار عند زيرو. اعوض في العلاقه دي، اجيب مساله 9 بريدج برضه، بيقول لي عندي ار تي دي الفا اللي هو الكوفيشنت بتاعها بالقيمه دي، بيقول لك الريزيستنس كانت عند 20 درجه سيليزيوس 106 اوم. يبقى تمام، يبقى مقاومتها 106 اوم عند 20 درجه سيليزيوس. بيقول لك الار تي دي مالها دي؟ انا استخدمتها في بريدج كما هي موضحه على الرسم، ار 1 بتساوي ار 2 بتساوي ار 3 بتساوي كام؟ 100 اوم. بيقول لك السبلاي فولتج عندك 10 فولت. بيقول لك كالكوليت ذا ريزولوشن اوف ذا ديتكتور، ديتكتور اللي هو خاص بالمين؟ بالفولتميتر اللي هيقيس الاوتبوت. عايز الريزولوشن بتاع الديتكتور، تمام؟ اللي هو بتاع الفولتوميتر، يعني عايز التغير في الخارج. تو ميجر 1 درجه سيليزيوس تشينج ان تمبريتشر، يعني لما درجه حراره تتغير بمقدار 1 درجه سيليزيوس الاوتبوت ده هيتغير بمقدار معين. انا عايز التغير ده اسمه ريزوليوشن. ريزوليوشن هو ايه؟ ان انت عندك تغير في الانبوت اللي هو درجه حراره مقدار 1 درجه سيليزيوس، هيطلع لي تغير في الاوتبوت. تغير الاوتبوت ده مقداره كام؟ هو ده الريزولوشن عندي، او ده المطلوب بتاع الريزولوشن. اول حاجه نحط المعطيات بتاعتنا، الفا عندنا بالقيمه دي، وعندنا ار 20، ار 20 عوضت ب 20 اهي 106 اوم، ار 1 وار 2 وار 3 100 اوم، والفي اس 10 فولت. ركز معايا كده، بيقول لك هو عايز الريزولوشن لمين؟ لواحد درجه سيليزيوس تشينج. عايز الريزولوشن لتغير مقدار واحد درجه سيليزيوس في درجه الحراره. اعمل ايه؟ واحد درجه سيليزيوس تشينج معناها ايه؟ هو درجة المقاومة دي انت قيسها عند كام؟ عند 20، يبقى درجة الحرارة وقتها كانت 20. ايه رأيك؟ أنا هقول له إن تي 1 دي 20 درجة سيليزيوس. تمام؟ تي 1 كام؟ 20 درجة سيليزيوس، وتي 0 هي 0 درجة سيليزيوس، فهو مديني المقاومة أر عند 20، فأنا أمسك ال 20 ده أزودها بمقدار 1 أخليها 21 درجة سيليزيوس، خلي بالك ده مش 0، دي درجة سيليزيوس، تمام؟ يبقى 21 درجة سيليزيوس، يبقى خدت تي 1 زودتها بمقدار 1 بقيت 21. عشان كده يبقى عندي تغير في درجه الحراره مقدار 1 درجه سيليزيوس. احسب الاوتبوت في الحاله الثانيه، احسب الاوتبوت في حاله تي 2 ويطلع هو الريزولوشن اللي هو عايزه. تعال كده مع بعض. اول حاجه هو مديك ار 20، قيمه المقاومه عند 20، قيمه المقاومه عند 0 درجه سيليزيوس احسبه ازاي؟ تعال مع بعض كده، ار بتساوي ار 0 1 زائد الفا تي. طيب ده عندي مين؟ 0 درجه سيليزيوس. ار 20 بكام؟ ار عند 20 بكام؟ 106. ار 0 دي مش عارفها، انا ما اعرفش قيمتها كام، فانا بجيبها من العلاقه دي، 1 زائد الفا عندي الفا، وال 20 اللي هي تي عوضت ب 20، طلعت ار 0 بالقيمه دي، يبقى دي ار 0 انا حصلت عليه. عشان اقول له لما درجه الحراره تتغير من تي 1 لتي 2، من تي 1 20 لتي 2 اللي هي 21 درجه سيليزيوس، هيديني العلاقه دي اللي هي العلاقه الثانيه، لان ده التغير الثاني اللي هو من 20 ل 20، من 20 ل 21، من 20 ل 21. يبقى ار 2 بتساوي ار 1 زائد ار 0 الفا تي 2 ناقص تي 1. تعال نعوض، يبقى ار 2 هي ار كام؟ 21. ار 1 هي ار 20، ار هي ار 0 او ار 0 هي ار 0 الفا، تي 2 ناقص تي 1 تي 2 اللي هي 21 وتي 1 20. عشان كده يدينا مقدار تغير في درجه الحراره مقدار 1، هيديني قيمه المقاومه بعد التعويض طلعت 106.3 من 10 او 4 من 10 اوم، ده ار 21. نرجع تاني للبريدج، هعمل ايه؟ انا اروح حاطط الار دي عند 20 درجه سيليزيوس، وحاطط قيمه المقاومه بتاعتها هنا، وحاسب الاوتبوت وقتها في الحاله دي كام؟ واحط ار اللي هنا
بآر 21 اللي هي قيمة المقاوم عند 21 درجة سلسيوس، واحسب الاوتبوت هنا. تمام؟ واطرح القيمة الأولى، من القيمة الثانية يديني التغير في الاوتبوت. تمام؟ تاني أجل للبريدج ار 1 وار 2 وار 3 كونستنت، ار دي هي السنسور المتغير، اروح حاطط قيمة ار عند 20 درجة سلسيوس وحاسب الفي اوتبوت وقتها، واروح حاطط هنا ار عند 21 درجة سلسيوس وانا حاسبها من القوانين اللي فاتت، واحسب الاوتبوت في الحاله الثانيه، اطرح الاوتبوت الثاني ناقص الاوتبوت الاول هيديني التغير في الاوتبوت. يبقى ثاني يبقى عندي قيمتين لدرجه الحراره 20 و21. طيب هروح نبدا عند مين؟ 20 درجه سيليزيوس. 20 درجه سيليزيوس ار 1 وار 2 وار 3 قيمهم معلومه، اما ار هتبقى هي ار 20. ار كام؟ ار 20 اللي هي 106 اوم اللي انا الدهاني في المساله. الجهد بين A و B هو نفس الجهد بتاع مين؟ الاوتبوت. بين A و B هنا هو جهد الاوتبوت بيساوي ايه؟ VS اللي هو السبلاي عندي. هروح للبرانش ده في قيمته المقاومه اسمها R20 على R3 زائد R20 اللي قلت R20 لان انا بجيب عند T20، ناقص قيمه البطاريه في R1 على R1 زائد R2 لان الاثنين دول ده ايه؟ توالي. طيب يبقى البطاريه ب 10، R20 106 وR3 100 وR1 100 وR1 وR2 100 زائد 100، عوضت في القانون ده طلع بكام؟ بالقيمة دي فولت. تمام؟ طيب عند 21 درجة سيليزيوس نفس القانون، بس اللي هتتغير هنا بدل ما عوض عن R اللي هنا ب 20 اللي هي R20 يعني، عوض بR 21 درجة سيليزيوس. تمام؟ يبقى اكتب القانون كده، تبقى R هنا ب 21، R 21 اللي انا جبت قيمها من القوانين اللي فاتت اللي هي 106 وكسر 106 كسر، حسبت دي طلعت تقريبا 15 من 100 فولت. الريزولوشن هي عباره عن ايه؟ هي تغير الاوتبوت على تغير الانبوت. تاني الريزولوشن عباره عن تغير الاوتبوت على تغير الانبوت. تغير الاوتبوت ان انا اطرح الاثنين من بعض. طب التغير بتاع الانبوت اللي هو كام؟ اللي هو 1 درجه سيليزيوس. يبقى الدلتا في دي هتقسمها على 1 درجه سيليزيوس يديك الريزولوشن. تمام؟ تمام؟ دلتا في هتقسمها على 1 درجه سيليزيوس يديك الريزولوشن. دلتا في هطرح القيمه هنا ناقص القيمه اللي فوق دي، هيطلع عندي تقريبا 9.8 ملي فولت. نروح لمساله 10، نفس النظام، عندي بريدج هنا نفس الرسمه والبطاريه 10 برضو. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاتش ارم يعني كل ارم في البريدج هنا عباره عن 100 اوم. 100 اوم بيقول لي التمبريتشر عندي بتاعت السنسور تشينج ساتش ذات ذا ميتر انديكيتس 5.10 تقريبا فولت. تاني بيقول لك ان قيمه مقاومه السنسور ده اتغيرت بحيث ان الفولت اللي طلع هنا قيمته طلعت كام؟ 56% فولت. بيقول لك ان الكوفيشنت عندي بالقيمه دي، بيقول لك ان الريزيستنس عند 0 درجه سيليزيوس از 100 اوم، يبقى ار 0 بكام؟ ب 100. بيقول لك اوجد درجه حراره السنسور واوجد الباور كونسامشن عليه، اوجد درجه حرارته والباور كونسامشن. اول حاجه الالفا عندي بالقيمه دي والار 0 ب 100. كمان عندي ار 1 وار 2 وار 3 بتساوي 100 اوم اللي هو بكام دي. تمام؟ الفي اي بي اللي هو بين النقطه A وبي دي اللي هو في اوتبوت بيساوي القيمه اللي هو قال لي عليها هنا. تمام؟ طيب ايه رايكم تعالوا نعوض في 7 ليه؟ عشان اجيب قيمه المقاومه في حاله لما حصل في اوتبوت كانت كام. تاني يبقى هو مديك الفي اوتبوت هنا بين النقطتين دول، اديتك قيمه معينه وقتها كانت اكيد قيمه مقاومه السنسور قيمه معينه. تعال نحسبها، نحسبها ازاي؟ يبقى الفي اي بي بيساوي في 7 في قيمه المقاومه في ار على مجموع الاثنين ناقص ار 1 على مجموع الاثنين اهي. هعوض بالفي اي بي بالقيمه دي، الفي اس اللي هي قيمه البطاريه، ار هي ار ما اتغيرتش لان دي مجهوله، زائد ار 3 ب 100، ار 1 وار 2 ب 100، انا عوضت في العلاقه دي طلعت ار عندي ب 114 اوم. يبقى ار دي عند درجه حراره معينه كام؟ انا ما اعرفش، فهو عايز درجه الحراره، هو عايز مين؟ درجه الحراره. طب يا ترى هل قيمه المقاومه دي اتغيرت مباشره من الزيرو ولا كان في تغير قبلها؟ اكيد مش زيرو. ليه؟ لان ما جابش اي تغير قبلها، ما قالش اي حاجه عن اي تغير قبلها الا تغير الزيرو، الا عند تغير الزيرو. يبقى عوض في قانون الزيرو مباشره اللي هو ار بيساوي ار زيرو في 1 زائد الفا تي. تمام؟ عندي الار اللي هي جبتها فوق وار زيرو اللي هي 100 اللي هو مدهاني هنا، والتي عندي طبعا مجهوله والالفا بالقيمه اللي هو الدهاني طلعت تي. يبقى انا طلعت قيمه ار وتي المناظره لار او درجه الحراره المناظره لقيمه مقاومه السنسور. طبعا الفولتميتر انا هفرض مقاومته ما لا نهايه، مقاومته ما لا نهايه يعني هفترضه ايه؟ اوبن. اوبن يعني مش هيمر فيه تيار، يعني جهد النقطه دي يساوي جهد النقطه دي. تمام؟ يعني في بالانس ان كان. الباور كونسومشن عندي بتساوي اي تربيع في ار، الاي هو تيار الار والار قيمتها. طيب قيمه الار انا جايبها فوق
اللي هي القيمة دي. التيار بيساوي ايه؟ التيار اللي بيمر في البرانش هنا، تمام؟ الفولت كله 10، الفولت ده لو قسمته على مجموع المقاومتين اللي هو R3 وR، عندي R3 وR هيديني التيار البرانش ده، يبقى الفولت هقسمه على مجموع المقاومتين دول يديني التيار في البرانش، هربعه طبعا، عوضت بالفي ب 10 والقيم المقاومات عوضت بيها وربعتها طلع الباور كونسامبشن اللي هو 24 من 100 واط. هروح للسترينج جيج عندي، بيقول لي السترينج جيج عندي الجيج فاكتور، هروح لمسألة 4 طبعا في الشيت، الجيج فاكتور بتاعها عبارة عن 2، بيقول لك ايه هنا؟ طبعا ايه من الستيل والحاجات دي، بيقول لك ان الاسترين وقتها كان 1 في 10 أس سالب 6، بيقول لك ان المقاومة الأصلية بتاعت الجيج 130 اوم، دي المقاومة بتاعت الجيج، بيقول لك احسب التشينج في الريزستنس، احسب التشينج في مين؟ في الريزستنس عندي. هروح لأول حاجة الاسترين أصلا بيساوي ايبسلون دلتا ال على ال، قيمته 1 في 10 أس سالب 6 من المعطيات. الجيش فاكتور هسميه جي اف بيساوي 2، قيمة المقاومة ار بتساوي 130 اوم، الدلتا ار دي مجهولة هو عايزها. الجيش فاكتور اصلا بيساوي ايه؟ بيساوي دلتا ار على ار على دلتا ال على ال، التغير في المقاومة على قيمتها على التغير في الطول على طولها. يبقى الدلتا ار من هنا بتساوي ايه؟ يبقى الجيش فاكتور في الدلتا ال على ال، هنا خلي بالك الار في المقاومة يبقى تتضرب في البسط تبقى هنا، يبقى الدلتا ار بتساوي الجيش فاكتور في دلتا ال على ال مضروبة في ار. الجيش فاكتور ب2، دلتا ال على ال اللي هي السترين ايبسلون او دلتا ال على ال، عوضت بالقيمه دي اللي هي 1 في 10 أس سالب 6 اهي، اللي هي تبقى ايه؟ الجيش فاكتور 2، دلتا ال على ال 1 في 10 أس سالب 6 في قيمه المقاومه اللي هي كام؟ 130 اوم، طلعت عندي القيمه بالشكل ده، بالشكل ده. طبعا هنا دي 10 أس سالب 6، القيمه دي 10 أس سالب 6 وليست اس سالب 3. الكلام ده انا هعدله طبعا لما ارفع لكم الشيت. المسألة الثانية الخاصة بالسترين جيج رقم 2 في الشيت بيقول لك ايه؟ بيقول لي ان الشكل اللي قدامي ده بيقول لي ان هي بيقول لي ان في 5 فولت هنا، في 5 فولت، بيقول لي all resistors are equal، كل المقاومات متساوية، بيقول لي السترين جيج بتاعتي is not under load، يعني مش موجودة تحت لود، تمام؟ يعني كل المقاومات متساوية لما كانت السترين جيج اللي اسمها ار جي دي موجودة تحت مين؟ not under load، يعني مش موجوده تحت لود، يعني ما فيش اي ضغط عليه. بيقول لك السترينج جيج از لودد لما انا ضغطت عليها او حملت عليها along its mean axis على طولها طبعا. بيقول لك الاوتبوت فولتج بتاعها كان وقتها بكام؟ الاوتبوت فولتج اللي هو في الجيج في البريدج ده طلع 1.13 ملي فولت. بيقول لي وات از ذا اكسيال سترين للجيج لو السنسيتيفيتي از 2، تمام؟ لو السنسيتيفيتي از مين 2، رغم ان المساله طويله وتحس انها صعبة لكن هي سهلة جدا. ال VS عندي بيساوي 10 فولت، ده السبلاي. ال V output 1.13 ملي فولت، تمام؟ حولته لفولت. الجيش فاكتور بكام؟ ب2، الجيش فاكتور ب2 لان هو بيقول لي السنسيتيفيتي بتاعتها 2، يعني ده الجيش فاكتور بتاعها. مباشرة ببساطة الاكسيال سترين بيساوي 4 في output على VS مضروبة في 1 على الجيش فاكتور. الكلام ده جاي منين؟ ليه اثبات؟ احنا يهمنا القانون طبعا. القانون ده مش موجود فين؟ في الشابتر بتاع الكتاب. 4 الفي اوت عوضت بالقيمه دي اهي، ضربته في 10 سالب 3 عشان هو بالملي، حولته لفولت. الفي اس عندي بكام؟ ب5، ب5 يبقى المساله هنا الفي اس ب5، يبقى الغلطه هنا سوري دي مش 10 دي 5. في كام؟ الجيش فاكتور ب2 اللي هو السنسيتيفيتي عندي ب2، عوضت بالقيمه دي طلع كام؟ بالقيمه اللي انتم شايفينها دي طبعا، هنا طلع 4 و 52 من 100 في 10 سالب 4، ضربت في 10 اس سالب 2 وضربت في 10 اس 2 تاني، يبقى يعني ضربت في 10 اس سالب 2 عشان تبقى دي اس سالب 6 عوض عنها بالمايكرو، وضربت في 10 اس 2 عشان تضرب في دي طلع عندي 452 مايكرو سترين، يبقى يعني 452 مايكرو. هنا كتبت سترين يعني وحده سترين لان ايبسلون دي سترين، تمام؟ وحده سترين. اخر مساله في الشيت هي رقم 1، مساله طويله، بيقول لي ان انا عندي سترينج جيج، بيقول لي ليها المواصفات الاتيه. الماتيريال بتاعتها عباره عن 6 متر سك اللي هو السك بتاعها، الريزيستنس 120 بلس وماينس 33 من 100%، طبعا انا مش هاخد الايرور معايا في الحسابات. الجيش فاكتور بكام؟ ب 2 بلس ماينس 10%، مش هاخد الايرور، يبقى الريزيستنس 120 الجيش فاكتور ب 2، خليك فاكر القيم دي. بيقول لك طبعا السترينج جيج بتاعتي هعملها باوندد في تيوب ميد من مين؟ سيليستين، عند السيليستين اللي هو الحديد المقاوم للصدى. بيقول لي الانترنال دايمتر بتاعته بتاع التيوب ده 6 مليمتر،
والوول سيكنس اللي هو السيكنس بتاع الوول نفسه 3 من 10 ملم. بيقول لك ايه؟ ان الجيش دي او التيوب عندي دي انا طبقت عليها انترنال بريشر 1 من 10 ميجا باسكال جيج، تمام؟ الاوتسايد بتاعي الاوتسايد هطبق عليه كام؟ بيقول لك ستاندرد اتموسفير. ستاندرد اتموسفير يعني الضغط الجوي، يعني الانترنال هيطبق عليها ضغط قيمته 1 من 10 ميجا باسكال، الاكسترنال اللي هو السطح الخارجي هيطبق عليه ضغط جوي عادي، يعني مش هيطبق عليه حاجه. بيقول لك اوجد التشينج بتاع مين؟ بتاع المقاومه، التشينج في المقاومه الخاصه بالسترنج الجديد. بيقول لك لو اليانج مودلس اللي هو معامل يانج للستانلس ستيل اللي هو الحديد مقاوم للصدى كام؟ 207 ميجا باسكال. هتلاقي في الشيت هنا 207 جيجا باسكال، لا هتغيرها تبقى ميجا باسكال، تمام؟ 207 ميجا باسكال انا مغيرها هنا عشان حل المساله عليه. احل المساله ازاي؟ اول حاجه البي اللي هو انترنال مين بريشر عندي اللي هو 1 من 10 ميجا باسكال، طبعا حولت الميجا اللي هو ضربته في 10 اس 6 طلع القيمه 10 اس 5 باسكال. عندي الانترنال دايمتر بتاع التيوب اللي هو 6 ملم هسميه اي دي 6 ملم، حولته لمتر طبعا ضربته في 10 اس سالب 3. التيوب وول سيكنس اللي هو السيكنس بتاع الوول نفسه ب 3 من 10 ملم هسميه تي، طبعا هحوله ايه؟ لمتر ضربته في 10 اس سالب 3. الار هو الراديوس بتاع الاستنجيج او الراديوس بتاع التركيبه الغريبه دي، خلاص؟ عباره عن ايه؟ قال لك انا هجمع الدايمتر عندي وهجمع مين؟ السيكنس، هجمع الدايمتر والسيكنس، هيجمع الاي دي والتي ويقسم الاثنين على اثنين، هيعوض بالقيم وقسم على اثنين طلع القيمه دي بالمتر. طب ما تنساش اليانج مودلس عندي اللي هو 207 ميجا، الميجا دي هحولها تبقى كام؟ 200.07 في 10 اس 8 باسكال، لان دي اضرب في 10 اس 6 وعندي دي 207، انا حولتها ل 2.7 اي كان عوض بالقيمه مباشره، يعني ما تتعبش نفسك. طيب اول حاجه هتجيب الاستريس او الهوب ستريس. هوب ستريس عباره عن ايه؟ عباره عن سيجما. سيجما سيجما ده بيجي ازاي؟ قال لك بضرب الانترنال بريشر في الراديوس اللي انت جبته اسمه ار على التي، التي اللي هو مين؟ السيكنس عندي. طيب البريشر عندي كام؟ انا جايبه من فوق اهو 10 اس 5 باسكال، الار انا جايبه هنا القيمه دي، طب التي اللي هو السيكنس اللي هو ده عوضت بالقيم دي طلع القيمه عندي 1.5 ملم في 10 اس 6 باسكال. خلي بالك الوحده هنا بتبقى ضغط باسكال، ليه؟ هنا ده ضغط وحدته باسكال، الار ده متر والتي متر، هتلاقي الوحده دي طارت مع دي يديك باسكال في الاخر، يبقى ده الهوب مين؟ ستريس، وحدته اللي هو سيجما وحدته باسكال. الاسترين الاسترين اجيبه ازاي؟ عباره عن ايبسلون، بيقول لك بيساوي الاستريس على اليانج مودولس، يعني بيساوي الاستريس على مين؟ اليانج مودولس. الاستريس اللي انا لسه جايبه في السلايد اللي فات وحدته ضغط طبعا، تمام؟ الاي اللي هو اليانج مودولس وحدته اهو اللي هو 207 في 10 اس 8 مين؟ باسكال، اللي هو مين؟ باسكال. هتلاقي باسكال طارت مع باسكال فاضل لي 51 من 10000 تقريبا، ده مين؟ الاسترين، ملهوش وحده. الجيش فاكتور بيساوي كام؟ 2 دلتا ار على ار بيساوي الجيش فاكتور في مين؟ في الاسترين عندي، دلتا ار على ار بتساوي الجيش فاكتور في مين؟ في الاسترين. او ارجع للقانون اللي فات اللي انا كتبت فيه اللي هو الجيش فاكتور بيساوي ايه؟ اللي هو في اول مساله شرحناها في الاسترين جيش، يبقى انا الدلتا ار على ار بيساوي الجيش فاكتور في الاسترين عندي، الجيش فاكتور ب 2 والاسترين عندي بالقيمه دي، طلعت القيمه دي. هو عايز ايه في المساله؟ انا جبت دلتا ار على ار بالقيمه دي، هو عايز ايه في المساله؟ هو عايز دلتا ار. طب هو مديك ار؟ اه مديني ار بكام؟ هتلقاها ب 120 اوم. ارجع لبدايه المساله هتلقى ار ب 120، يبقى دلتا ار بتساوي ايه؟ ار في القيمه اللي انت جبتها دي، يبقى ار 120 في القيمه اللي انا جايبها دي، طلعت كام؟ 1.02 اوم. كده ده نهايه شيت 4 الخاص بالسنسور. لو عندكم اي اسئله او استفسارات سيبوها لنا في التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعونا في باقي الفيديوهات ان شاء الله في خاصه بالماده. شكرا جزيلا.